ربنا ان ربنا اولا يسترها عشان الشعب، انت عارفه ان الشعب غلبان وعايزين ان البلد تتحرك. بس احنا يعني انا شايف ان ما فيش استقرار في البلد يعني بصراحه، فبعد يوم 30 يعني ربنا يعني ربنا يسهل. احنا بنتفائل خير، ولكن انا عن نفسي انا مش متفائل خير بالوضع السياسي اللي احنا فيه ده. مصر بعد يوم 30 كويسه يعني، شايف الامور كويسه جدا. هي بين البنين يعني، لحد دلوقتي الحكومه مش قادره تاخد موقف تحل المشاكل اللي احنا فيها دي كلها. ربنا حافظ مصر، وده مذكور في القران. مصر محميه، وان شاء الله باذن الله شعبنا مترابط ليوم الدين، ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لان دي بلد مبروكه وربنا مباركها ومذاكرها في القران صراحه 5-6 مرات. يعني انا مش ضد العساكر ابدا، وبعدين السيسي مش زي الناس ما فاكره، هو بالعكس البلد ابتدت تتحسن اكتر بكتير، وان شاء الله تكون احسن مع السيسي مش مع اي حد تاني. الاخوان حضرتك خدوها غصب عننا، ساعه ما كانت معاهم سلاح في التحرير وكان نجاح الدكتور احمد شفيق وهو خدها حضرتك، بس بعد كده الحمد لله ربنا وفق الجيش وخدها منهم. مصر اكيد مش بتتعسكر يعني، لانه مش ده مش انقلاب عسكري، اكيد ده مش انقلاب عسكري. والله الحال ما يسرش دلوقتي خالص، يعني لازم مصالحه وطنيه، كل يقعد يتكلم عشان يوصل لحل يرضي جميع الاطراف. بس هم الاخوان يمشوا يغور عننا وان شاء الله هتبقى كويسه. بلدنا في النزول، كل حاجه كفت شيء، بتتعسكر وبتتسرق ولا في حاجه بتصلح اصلا فيها. المشكله مش في ان يوم 30 او غير يوم 30، المشكله ان احنا لما جه الرئيس المنتخب نفسه خلاص ردينا بالصندوق، وقلنا ظهر ان المؤسسات كلها ما كانتش معاه. اللي احنا بنقوله دلوقتي لما المجلس العسكري بيقول ان هو بيعترف ان دي سلطه مدنيه وهو اللي ما بيقدرش، ازاي انت ايدت كل حريات الاعلام، قفلت القنوات، قفلت الصحف. للاسف مصر بترجع لورا. انا ولا شايف مصر راح في الاتجاه ده ولا راح في الاتجاه ده، بس كل اللي انا بطلبه اللي كل واحد يخليه في شغله. ان شاء الله مصر تطلع على مرحله احسن. من يوم 30/6 اللي فات الدنيا اتقلبت طبعا. ان شاء الله احسن. يعتبر وقف ال 30 دي الجيش عمل حاجه كان الشعب كله كان منتظرها. اللي بيحصل دلوقتي هو تخريب في البلد، بس ان شاء الله هي فتره هتعدي. 30/6 ده مش مبشر بخير. ان شاء الله بعيد عن حرب اهليه، بس هي تسرق ده اولا، ثانيا سمعت ان في 9 محافظين لوقات، فانا حاسس ان احنا رجعنا ورا يعني، رجعنا قبل ثوره 25 يناير يعني، الثوره من الاخر كده اتسرقت، هم قالوا الاخوان سرقوها. انا مش اخوان الاول وما بنتميش لاي حزب ولا اي طيار، لكن انا شايف ان الثوره اتسرقت. احمد عز رجع والناس كلها رجعت، والنهارده محافظ القاهره رجع النهارده، ما عادش خلاص دوله حسني مبارك بحسني مبارك ذات نفسه كمان، مش من غير حسني مبارك. تتعسكر اكيد. هو انا مش مع الاخوان، مش مع برضو ان احنا نمجد في السيسي عشان هيجي لنا دوله عسكر تاني، لان احنا دايما شعب بنحب يصنع فرعون. الموضوع محتاج سن تعال، محتاج ان جماعه الاخوان تقعد تتكلم وتقعد على طبيعه المفاوضات زي ما بيقولوا. قصه اعتصام زياده عن حده يعني، كفايه اعتصام وكفايه تفرقه وكفايه دعوه للقتال ونقعد ونتكلم.